معنا هاتفيا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد حسين القحطاني. أهلا بك أستاذ حسين معنا في هذه النشرة، وكل عام وأنت بخير. بداية، كيف تتوقع أن تكون درجات الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة وغدا كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام والجميع بخير. بس للتوضيح، نحن المركز الوطني للأرصاد، حقيقة أجواء المشاعر تشهد استقرار نسبي هذه الساعات، وأنا أتحدث من مشعر منى. درجة الحرارة سجل الآن 39 درجة مئوية في الظل في مشعر منى، وفي عرفة وصلت إلى 41 درجة مئوية. سرعة الرياح بلغت 8 كيلومتر في الساعة، الرطوبة 24%، ومدى الرؤية واضحة تصل إلى 10 كيلومتر. حقيقة بشكل عام أجواء المشاعر صحوة، نتوقع خلال الساعات المقبلة أن تنشأ السحب على مرتفعات شرق مكة المكرمة، قد تتأثر بها المشاعر إن شاء الله من بعد عصر هذا اليوم، وهناك احتمالية لهطول أو زخات من المطر على المشاعر المقدسة. هذه الحالة ما زالت تحت الدراسة بالمركز الوطني للأرصاد ومراقبة خبراء التنبؤات الجوية. يستمر معنا هذا السيناريو في حالة الطقس على المشاعر حتى يوم الغد إن شاء الله. طيب، هل تنصح حجاج بيت الله الحرام بأي نصائح ربما تفيدهم خاصة مع هذه الأجواء؟ نعم، حقيقة أنا أود أن أشير أن المركز الوطني للأرصاد من خلال مركز العمليات في ميناء يقوم بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات التي تتعامل مباشرة مع حجاج بيت الله، وتعد الخطط لتسيير حركة الحجاج لتمرير المعلومات أولا بأول وعلى مدار 24 ساعة، لتمكين هذه الجهات من تقديم واختيار الأوقات المناسبة لحجاج بيت الله، وكذلك الإرشادات المناسبة خاصة في فترة الظهيرة التي تتعمد بها أشعة الشمس على الأرض ما بين الساعة 12 إلى 3 عصرا، وأيضا في حالة وجود ظواهر جوية كانعدام للرؤية وأمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة. طيب، فيما يخص معظم مناطق المملكة، المناطق الأخرى والمدن كذلك، هل هناك أي حالة جوية خارجة عن العادة أو حتى المحيط الذي ربما يكون سائدا؟ بصفة عامة نحن في فصل الصيف، ما زالت درجات الحرارة مرتفعة على مناطق المملكة، تؤثر علينا حالات مطرية أو رياح نشطة خاصة التي أثرت على المملكة في الأيام الماضية وستستمر معنا حتى يوم الغد على المناطق الوسطى والمناطق الشرقية، وكذلك امتدادا لمنطقة نجران ومرتفعات عسير وجازان والباحة وأيضا منطقة مكة المكرمة. لكن بصفة عامة درجات الحرارة هي السمة السائدة، والأمطار والأجواء المعتدلة أيضا على المصائف وكذلك على شواطئ منطقة تبوك. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني.